السلام عليكم، صباحكم سعيد للأحرار، للرجال، للرجال فقط، للرجال الأحرار والنساء الحرائر. جاوج عيشورة الهم الكحل ديالهم نحرط مع يما ومن العقبة، لا يهمون الأمر ديالي. مهم، بالأمس كما تعلمون يعني ما دخلت الرباط حتى الوحدة ونصف. المهم كانت عندي ديزاكتيفيتي تما، ما كملنا قول ما خرجنا من الرباط حتى 8:30. إذن وما وصلت يعني الآسفي حتى يعني تقريبا والحمد لله نعسنا رغم المشاق إلى آخره، وفقنا مبكر كما العادة، والآن متوجه إلى المقر. إذن غادي نبداو تحريت العقبة، نبداو في حريت العقبة وما كان القاسح اللي تيقسح في المعقول فعلا، خصوصا هذا الملف ديال ضحايا الهم الكحل ديال اللي يسموه النظامين، سواء اللي مقصيين ما قبل 2012 سواء اللي من بعد، لا يهم الهم الكحل ديالهم. إذن ينتظرون خلال هذا الصباح المتجهين، وغادي يكون واحد المباشر ما فيه غير أعطي لكل ذي حق حقه، والزقال فيا ما غادي نرحمهمش نهائيا، وأخلى وأعلى ما في خيلهم فليركبوا، لأن البعارة جاوز عيشورة ما تيهموناش، ما تيهموناش نهائيا، لأنهم جبناء انتهازيين مصلحيين لأن دورهم 120.